سلمى، هي كانت أخبارنا الثقافية لليوم. أكيد نحن رح ننتقل لفقرتنا التالية، وضمن الأجواء الثقافية رح نبقى بمحطتنا التالية ومع اللغة العربية، حيث أعلنت وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب عن إجراء مسابقة لحفظ الشعر العربي، وذلك ضمن خطة بالتمكين للغة العربية. الحديث أكثر عن هذا الموضوع صبحنا غير اليوم مع الدكتور محمد قاسم، مدرس النحو والصرف بجامعة دمشق، مدير أحياء أيضا التراث العربي بوزارة الثقافة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا جزيلا. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا فيك دكتور. بالبداية ممكن نتعرف من حضرتك على المسابقة وشروطها؟ الهيئة العامة السورية للكتاب في وزارة الثقافة فيها اللجنة لجنة التمكين للغة العربية في وزارة الثقافة، مؤلفة من عدة شخصيات، يرأسها السيد المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب الدكتور ثائر زين الدين، وبعض مديري مديريات الوزارة اقترحت في اجتماعاتها الدورية أن تهيئ أرضية للتمكين للسان العربي المبين، فاقترحت مسابقة لحفظ الشعر العربي، وبرعاية كريمة من السيد الوزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد وافق على هذه المسابقة وخصصت لها اعتمادات. المسابقة تتناول الشريحة العمرية من طلبة الجامعات من سن 18 إلى 25، اختير لها مجموعة من قصائد الشعر العربي، وحددت في العصر العباسي لهذه الدورة لهذا العام، وانتخبت القصائد من شعراء كبار كأبي الطيب المتنبي وأبي العلاء المعري وأبي تمام والبحتري، وعدد القصائد 12 قصيدة، والفائز الأول يحصل على 70,000، والثاني 60,000، والثالث 50,000، إضافة إلى 50 عنوانا من الكتب التي تصدرها وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب تعنى بعلوم العربية وآدابها. وأيضا هناك جوائز تشجيعية لأولئك الطلاب أو الحفظة الذين يحسنون الأداء والإلقاء، نحو 5 كتب لكل متميز في إلقائه. هذه القصائد التي اختيرت بعناية وبدراسة محكمة من أعضاء لجنة التمكين للغة العربية في وزارة الثقافة، والحقيقة هي عيون من الشعر العربي، وتحقق للمتعلم أو للحافظ وطن الشعر، لأن هذه الديباجة الصافية عند أولئك الشعراء الأربعة تمثل وطن الشعر، وتزود الحافظ لها بذخيرة لفظية هائلة. وكانت هذه القصائد موزعة على أغراض الشعر العربي، يعني مثلا القصائد التي اختيرت لأبي العلاء المعري قصيدته الذائعة الصيت التي أولها مغاني اللوى من شخصك اليوم أطلال، وفي النوم مغنى من خيالك محلال، يقول في هذه القصيدة: وكان في بغداد يحن إلى مسقط رأسه معرة النعمان، يقول: وغنت لنا في دار سابور قينة من الورق مطراب الأصائل ميهال، فقلت تغني كيف شئت فإنما غناؤك عندي يا حمامة إعوال، وماء بلادي كان أعذب مشربا ولو أن ماء الكرخ صهباء جريال، ويا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال، وإن أستطع في الحشر آتك زائرا، وهيهات لي يوم القيامة أشغال، سيطلبني رزقي الذي لو طلبته لما زاد والدنيا حظوظ وإقبال. والقصيدة الثانية: عللاني فإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفاني. والقصيدة الثالثة: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي. هذه القصائد التي فيها إرث فكري،
فيها لغة مشرقة، فيها بيان ناصع كالشمس، إذا تمكنت في عقل الحافظ صنعت عنده معجما لغويا زاخرا بعشرات المفردات، وجعلت اللغة تنقاد له وتمثل أرضية خصيبة لمن يجد في نفسه موهبة القول والميل إلى نظم الشعر. يعني دكتور اليوم هالمسابقة المهمة أكيد في لها شروط، يعني يمكن قاسية شوي لحتى يقدروا يشاركوا بهالمسابقة، شو الشروط كانت؟ ليس لها من شروط إلا أن يكون المرء من هذه الفئة العمرية المحددة، سن طلبة الجامعات، والتسجيل متاح في كل محافظات القطر عبر مديريات وزارة الثقافة، وليس لك إلا أن تشمر عن ساعد الجد وأن تأخذ هذه القصائد. وقد تعهدت الهيئة العامة السورية للكتاب بنشر القصائد على الموقع الإلكتروني للهيئة من طبعات لدواوين أولئك الشعراء، طبعات علمية معتبرة. يعني مثلا قصائد أبي العلاء التي ألمعت إليها قبل قليل مأخوذة من كتاب اسمه شروح سقط الزند. سقط الزند هو ديوان أبي العلاء، وتولى شرحه غير رجل. جمعت هذه الشروح الثلاثة لابن السيد البطليوسي، ولصدر الأفاضل الخوارزمي، وللأعلم الشنتمري. هذه الشروح مجتمعة طبعت في مجلد برعاية الدكتور حسين نصار في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي موجودة على موقع الهيئة. ديوان المتنبي من طبعة عبد الرحمن البرقوقي، واشترطنا أن تكون هذه الطبعات طبعات علمية محققة، قام على إخراجها وضبطها والعناية بها رجال علماء مشهود لهم بالكفاءة، لأن ديوان الشاعر قد يكون له غير ما طبع، وتتفاوت من حيث الجودة والضبط والرواية والعناية. الديوان البحتري بتحقيق الشاعر المصري الكبير الراحل حسن كامل الصيرفي، وديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي بتحقيق محمد عبده عزام. يعني حددنا الطبعات لتكون المادة مشتركة. ومجموع هذه الأبيات من القصائد المذكورة البالغة 12 قصيدة لا يتجاوز نحو 500 بيت. ونحن أمة، العرب أمة لها عرق عريق في حفظ الشعر. كان بالرشيق القيرواني في كتاب العمدة يقول: العرب أمة أناجيلهم صدورهم. يعني العرب عبر التاريخ أمة آتاها الله موهبة الحفظ والاقتدار على القول، وكان الشعراء قديما يباهون بكثرة ما يحفظون. والشاعر المتنبي هذا الذي ملأ الدنيا يوم قطعه ديوان أبي تمام، والفرزدق الشاعر الذي حوى شعره ثلثي ألفاظ العربية كان يباهي بأنه يروي الشعر الجاهلي عن ظهر قلب، وكان في شعره يعدد أسماء الشعراء الذين يحفظوا شعرهم. قال الفرزدق: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأخو يزيد وذو القروح وجرولوا، والأعشيان كلاهما ومرقش ومهلهل الشعراء ذاك الأول. هذا شاعر يعد قمة من قمم الشعر العربي الفرزدق، يروي الشعر الجاهلي. فلا أظن أن الطالب في عمر الجامعة وهناك مرونة في الجملة العصبية وعنده قدرة على الحفظ أن تستهلكه هذه القصائد، فتؤمن له زادا لغويا وأدبيا فيه الصورة الجميلة، فيه البيان الساطع، فيه رنين القوافي والأوزان. هذه مادة تمكن للعربية في هذا البلد. دكتور محمد، يعني الحديث مع حضرتك ما بيقدر الشخص وهو عم يستمع لهي اللغة وطلاقة اللغة العربية من حضرتك إلا ويسألك سؤال شخصي: مدى حبك لهي اللغة العربية، وحتى أنك يمكن بالحياة العامة كمان تحكي باللغة العربية الفصحى؟ أنا مسكون بهاللغة. أنا مسكون بهذه اللغة الشريفة، لا أستطيع أن أتحلل منها في يقظتي ومنامي وحديثي وخطابي، حتى مع ولدي، حتى مع طلبتي في الجامعة، في كل أحوالي. ومن يقترب مني ويألف هذا السمع لا يلبث أن يتقبل هذه اللغة، لكل امرئ من دهره ما تعود. والحديث الدائم بالعربية هو أثر من آثار الاشتغال الدائم بها. قال ابن سلام الجمحي في مقدم الطبقات فحول الشعراء: إن كثرة الاشتغال بالشيء لتعدي على العلم به. إن العطار الذي يزاول مهنة العطارة وهو دائما يتقلب بين قواريره وبين هذه الروائح المختلفة، إذا انقلب إلى بيته لابد أن يعلق العطر في ثوبه. وإن الذي يعالج أي صنعة من الصنائع لابد أن يكون لهذه الصناعة أثر يظهر فيه. فاشتغالنا في العربية قراءة وتعليما وتعلما مستمرا
تجعلنا يعني أنا كثير خطر في بالي سؤال أنه لو لم تكن هناك عربية ما كان يمكن أن أفعل في هذه الدنيا، فأنا كأنما مخلوق لها وأحبها، أحبها منذ نعومة أظفاري ودائم الحديث بها. بل أذكر شيئا طريفا، كنت أجد ميلا فطريا عجيبا للتحدث بها وأنا صبي صغير، مررت بنسوة في الحي فقلت لهن وأنا لا أتجاوز 7 سنوات السلام عليكن، هكذا وأنا طفل. فمنذ نعومة أظفاري يعرفني من كان في الحي أن عندي ميلا عجيبا للعربية، وأنني إذا سئلت ماذا ستدرس وماذا لم يكن لي من هوى إلا العربية، فحبها آسر غلاب. قديش يمكن كمان عم تنمي حب اللغة العربية عند الأجيال، يمكن إن كان أولادك أو حتى المحيط يلي فيك أكيد للحفاظ على اللغة العربية؟ مثلا أنا أولادي أدربهم بصورة مستمرة على حفظ نصوص العربية الفصاح، يعني لا أعلمهم القواعد بقدر ما أحملهم على حفظ النصوص التي تبني لهم لغة سليمة وبيانا رائقا مستساغا. وأما طلابي في الجامعة فلا أتحدث معهم إلا بالعربية الفصيحة المبينة، وأتحفهم بالشعر بالخبر الجميل بالطرفة، دائما أنبه على معاني الألفاظ وأدلهم على الصور الجميلة التي يكتنزها الكلام العربي، مما يشحذ قرائحهم ويشبب الخيال عندهم. وقلت الحديث الدائم بالعربية هو أثر من آثار الاشتغال بهذه اللغة الجميلة التي أراها أجمل لغات الدنيا، لغتي أمي أحبها ولو كانت قبيحة، فكيف وهي أجمل الأمهات؟ يعني يمكن هذا الشيء كمان يتجسد باعتبار حضرتك مدير أحياء التراث العربي بوزارة الثقافة، قد يمكن لقيت مجال بهذا الدور اللي حضرتك عم تشغله حاليا لجسد هذا الحب للغة العربية. في مديرية أحياء التراث العربي في هذه الهيئة من أو في هذه المديرية من الهيئة العامة السورية للكتاب، معنية بإصدار الكتب ذات نوعين، الكتب النصوص التراثية القديمة، كأن مثلا يصدر ديوان شاعر مثلا في العصر العباسي القاضي الهروي مثلا، نص شعري قديم أو نص أدبي أو نص نقدي، هذه النصوص الفصاح، أو دراسة تاريخية عقدت على نص تراثي بمعايير ذلك العصر. يعني الآن مثلا ديك الجن الحمصي، هذا الشاعر العباسي، قد تعقد عليه دراسة بأحكام نقدية تعود إلى القرن 3 الهجري، فهذا من عمل المديرية، إصدار نصوص عربية فصيحة محققة مضبوطة مسهلة مخدمة، يستطيع القارئ المعاصر أن يتقبل ما فيها من كنوز، ودراسات علمية جادة أصيلة تتناول نصوص هذا التراث بمعايير العصر الذي صدرت. وهذا من الإنصاف، يعني نحن لا يجوز أن نحاكم نصا في القرن 4 الهجري بمعايير نقدية مجحفة لا تنتمي إلى روح العصر، ينبغي أن ننظر إلى النصوص بمعايير عصرها لكي تحظى هذه النصوص بصفة الإنصاف. يمكن إذا بدنا نرجع شوية للمسابقة يلي أقيمت اليوم، قديش مهمة هيك أنواع من المسابقات، وخاصة يمكن كمان تصير بعمر صغير، يعني بالنسبة للمدارس كمان يكون في هيك مسابقة تشملهم بالمدرسة وتشجع عندهم حب الشعر وإتقان اللغة العربية من عمر صغير؟ صحيح، وزارة الثقافة جعلت هذه المسابقة سنوية، وكل مرة تقام في محافظة مختلفة، وكل مرة تخصص بشريحة عمرية، وكل مرة تخصص بمجموعة قصائد تنتمي إلى عصر من عصور الشعر العربي الزاهية. هذه العصور المختلفة تخضع القصائد التي تختار لمعايير نقدية وجمالية ولغوية ولفظية تذكي معجم الطفل أو معجم الشاب أو معجم الفئة العمرية التي تنتمي إلى هذه المسابقة. ولا شك أن هذا يبني لغة صحيحة. يعني أنا أذكر مرة الشاعر الكبير بدوي الجبل، وأمس كانت وزارة الثقافة قد أقامت ندوة قيمة عن هذا الشاعر محمد سليمان الأحمد، المولود في قرية ديفا سنة 1903 والمتوفى سنة 1980. هذا الشاعر
كان سليل أسرة مشتغلة بالعلم، وكان يغلب عليه حفظ الشعر الأصيل، كان يحفظ شعر الشريف الرضي والمتنبي، فجاء شعره يطل المتنبي من شرفاته، بل أنا كثيرا ما أقرأ شعر هذا الرجل فلا أظن أن أمامي الذي يقول مثلا من شعر بدوي الجبل في إبراهيم هنانو مثلا يقول وما حاجتي للكائنات بأسرها وفي نفسي الدنيا وفي نفسي الدهر ونفسي لون الجمر مس إباءها ونفسي لون الجمر مس إباءها على بشرها الريان لاحترق الجمر نماك وسيف الدولة الدار والهوى وغناكما أندى ملاحمه الشعر وأقسم بالبيت المحرم ما احتمت بأمنع من كفيكما البيض والسمر. البدوي في الستينيات من القرن الماضي سئل عن رأيه في الشعر الذي خرج خروجا سافرا عن الأوزان، قال الشعر الحديث نزوة عابرة سببه ضعف تعليم العربية في المدارس، يعني نحن عندما نفقد الديباجة تخرج هذه الأمشاج غير المخلقة من الكلام غير المستقيم والكلام الذاهب في الغموض كل مذهب الذي يشبه الطلاسم، أما عندما أبني الحقل الصحيح أو أبني المعجم أنتج نصا سليما. هذا البدوي يرى أن أوزان الشعر العربي تشبه كوكب الأرض، أنت لا تستطيع أن تقيم أي نشاط إنساني إلا فوق الكوكب، فإذا زحت عن هذا الكوكب فإنما تبني في الهواء، وهذه الأوزان التي استوعبت الحضارة العربية وكل المعاني من العصر الجاهلي حتى يوم الناس هذا لا يمكن أن تعجز عن استيعاب الجديد. والناظم في غير هذه الكوكب البحور إنما ينظم شعره في الهواء، وما بني في الهواء لا يلبث أن يهوى أن يتساقط ويتهاوى. طبعا أكيد دكتور. نعم، يعني بدنا نشكر كل الجهود اليوم يلي عم تسعى بطرق متعددة ل يمكن ترسيخ اللغة العربية وإتقانها والحفاظ على لغتنا العربية. بدنا نشكرك كثير دكتور لوجودك معنا اليوم. حضرتك الدكتور محمد قاسم مدرس النحو والصرف بجامعة دمشق مدير أحياء التراث العربي بوزارة الثقافة. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا لك دكتور.